في لقاء آخر فرصة لطرد شبح النزول، كان لزاما على الزرقاء إبقاء النقاط على أرضية إسماعيل مخلوفي عند استقبالها لمولودية الجزائر. لقاء دخل فيه أشبال مهوبي منذ البداية في صنع الفرص، مرفوقين بجمهور لازم الروح الرياضية إلى آخر لحظة. الدقيقة 29 يطو بثابتة محكمة، تفنن الحارس شعال في ردها. يطو دائما في الدقيقة 31 يضيع ما لا يضيع. كذلك ضاعت فرصة فرحاني في الدقيقة 39، بعدها عمل جماعي جيد ينتهي عند مقداد الذي يفوت عليه هدف السبق. الشوط الثاني دائما الضغط كان من رفقاء زدام، والبداية درفل وجها لوجه يضيع في الدقيقة 47. دقيقة بعد ذلك فرحاني يمرر لدرفلو، وهذه المرة كرته قررت زيارة الشباك شعال، هدف أنعش المباراة وسعى الأمل باحثا عن المزيد لتفادي كل الشكوك. الدقيقة 57 يطو يضيع، لكنه لم يكن كذلك بعد ركنية الزعلان. في الدقيقة 68 أين أكد التفوق وأذن بفرحة الانتصار أمام رد شحيح من المولودية، والذي أثمر هدف التقليص في الوقت بدل الضائع أمضاه البديل خيتر، قبل أن تعلن صافرة حوسنية نهاية اللقاء. وفوز كبير للزرقاء يجعل عمرها يطول في المحترف الأول.